وحشتوني والله، مش عارفه اتكلم معاك هو يعني عشان بمر بحاجات مختلفه. في اليومين دول بدرس حاجه في القوانين العقاريه وقوانين الضريبه، الانواع الضرائب المختلفه اللي في امريكا. ما اعرفش ليه والله العظيم، ثلاثة اقسم برب الكعبه، انا اتحطت لي في ايدي كده، خشي ادرسي يلا هتفهمي حاجه. عشان انا ساعات لما بكتب بوست بتتقرا غلط او بتتفهم غلط. فالبوست الاخيره كانت بتتكلم على ضباط الجيش الامريكان. اوكي، ده الدكتور عندنا النهارده بالظبط، انا كنت حتى متنحه ومش مركزه. اول ما اتكلم على الموضوع ده تنحت له كده، اللي هو ازاي انتوا عايشين في جريدنج حاجه يعني جيش 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 كلمه جيش ومدفوع له قد كده، ده ضرايبنا كلها رايحه له. احنا كلنا مرمطوط، احنا كلنا يعني مبدئيا كده بلا استثناء كلنا عبيد النظام الامريكي الجميل، وكلنا بلا استثناء عبيد اليهود والراسماليه اليهوديه. يعني خلاص الكلام ده واقع بما فيهم انا، بس احنا عبيد في سلاسل نظيفه كده. يعني انت مثلا تشوف ان انا ايه، انا عبده بس بعربيه بي ام دبليو مفتوحه والكلام ده كله، والبس كعب عالي وشناو والكلام ده كله، بس انا عبده عشان فلوسي في الاول وفي الاخر بتروح فين. اوكي، وده اللي بيوجع لي قلبي. وفي مننا اللي عارف وفي مننا اللي مش عارف، فانا دلوقتي عارفه فانا تعبان عشان انا عارفه. فبقول يا رب اهو، بقولها على الملأ وبصوت عالي، اللي هو انا مش عايزه الفلوس تروح كده، انا مش عايزه انا ومجهودي وفلوسي وقلبي ودمي وثقافتي وديني وملتي وشرفي وكل الكلام ده يروح في 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 في, في, في سيستم الرأسمالية اللي ماسكانا كلنا مستعبدانا. اوكي، ده اولا. لما دخلت على الجيش بتاعهم، حتى الجيش بتاعهم هم يعني رجالتكم، يعني المفروض يعني سندكم، يعني المفروض ظهركم، يعني نخوتكم، يعني اي ميتين ام حاجه سنداكم، حتى دول، حتى الرجاله دي لما بترجع خلاص اللي مش متعبانه في حاجه، جسمها مكسور مقطوع، الناس اللي عليها الضرايب كلها بيهربوا من الضرايب كلها، او مش يعني عندهم عفو ضريبي، اللي بعد الشر يعني الله اكبر، ايديهم كلهم، ايديهم ورجليهم الاثنين مقطوعين. طبعا انتوا انا فاكريني اتجننت، انا في حاله مش طبيعيه من النفسيه. بس يعني لما اسمع انه الضابط راجع ايده مقطوعه فبيسجل في 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 في, في الضرايب انه الصبع ده مقطوع، والصبع ده عليه 10% بس الصبع ده اكبر، والله العظيم اقسم بالله كل جزء في جسم الضابط عليه نسبه معينه من المال، حتى ضباط الجيش الامريكان كلنا ارقام، كلنا في امريكا ارقام، كلنا ماشيين بارقام وهنموت ارقام. اوكي، وانا مش عايزه اعيش العيشه اللي كلها ارقام دي عشان يبقى عندي ما يسمى اي حاجه من اللي موجوده. اوكي، الملاليم اللي كنت باخدها في مصر والتحويرات والوساخه وقله الادب، بس كان في على الاقل لسه خير. لو عايز الشهيد في خير، لكن في خير. ف اتس ا ويك اب كول لمي الخرسيتي نفسها، ان هو انت جيتي المره دي وربنا عايز يوريكي بالطريقه الثانيه. زمان ابويا كان داخل امريكا بفلوسه، يا عيني كان راجل بقى دكتور ومثقف ومتعلم، فدخل بفلوسه، فكان مالك، كان مالك حاجات ونزل فلوسه في مصر ومالك برضه. لكن 90% من الامريكان مش مالكين حاجه، 90% من الامريكان بما فيهم انا بنقسط كل حاجه. نخش جوه التقسيط بقى هنشوف احنا بندفع قد ايه ربا. وانا طبعا ده مش منظر اخوان، فعشان بس اي حد هيحاول يطبل ويستغل الموجه وينط عليها. الربا از ا دايركت فايت وذ جاد. لما انا اكون عارفه ان انا مضطر ادفع ربا على عربيتي، ومضطر ادفع ربا اقسم بالله على الفيكتوريا سينجر اندر وير اللي انا لابساه بدفع عليه ربا، لان كريدت كارد، ولو معكيش كريدت مش هتعرفي تفتحي خط تليفون. انا كنت بروح لعم احمد في دريم، يا عم احمد افتح لي خط تليفون، افتح لي خطين ثلاثه يا باشا افتح. لا لا، مهما حصل في مصر، I swear to God
مهما حصل في مصر ومهما حصل فيها حتى من الفساد ومهما حصل فيها من الظلم، مفيش استعباد زي اللي احنا بنمر بيه هنا، واحنا مش بنقول مش بنعترف بيه. صحابي المحترمين الكويسين الله يعز مقامكم، الله يكرمكم يا رب هنا وتعيشوا في عز. في منكم اللي بيهرب دلوقتي، ولادي مراهقين يا مي وبيمروا بكذا، بتتقلي بنتي المراهقة بتمر بواحد اتنين تلاتة والبوي فريند والمش عارفة ايه، وفي اللي بيعلق على عائلته وبيحاول يحتضنهم عشان يعني حسب ربنا هو في الاول وفي الاخر الحافظ. لكن انا كل ما بفهم اكتر، كل ما كل حتة فيا مش انا رافضة، I just wanna say it out loud بالعربي وبالانجليزي، انا رافضة اكون عبدة في الرأسمالية دي. اوكي بابا عاجبه اهلا وسهلا، مش عاجبه انا رافضه الكلام ده ومضطره. بس I'm so sorry ومش هرجع في كلامي ومش همسح الفيديو. باي.